يكون ظهر. دي أول شيء مهم ولازم نحتفل بيه، ننوي بيه، نزكي نفسنا بيه في كل اجتماع، في كل محفل من الآن فصار. الشيء الثاني المهم جدا هو أن الشعب المصري تسيس كما لم يتسيس في تاريخه 6000 سنة الماضية. إذا كسر جدار الخوف تسيس المصريين، وأنا كل يوم صباحا من يعملون في بيتي أو في مركزي لابد من ساعة على الأقل إن لم يكن ساعتين لمراجعة الشأن العام، لمحددة الشأن العام، لنقد ما أقول وما أكتبه، لنقد ما يقول وما يكتبه الآخرون. إذا الملمحين الجداد دول هو ده اللي بيديني دفاعا رغم كل ما يبدو من صحف داكنة في الأفق البعيد. يبقى إذا كسر جدار الخوف، تسيس المصريين. الحاجة الثالثة المهمة إقبال المصريين على المشاركة في شأن العام، كما يدل على ذلك تصحيح الانتخابات منذ بداية الاستفتاء على الدستور في 19 مارس سنة 2010. صحيح بعض هذه المشاركة وظفت لخدمة طيار معين، إنما المهم إحنا بنحتفي بإقبال المصريين على الشارع. يبقى يا جماعة عشان إحنا بنرسم طريقنا للمستقبل، ده اللي أنا هتكلم عنه بعد دقيقتين ثلاثة، لابد إن إحنا نبني على الثلاث أسس الأساسية. كسر جدار الخوف، تسييس الشعب، الإقبال على العرب. طيب ايه اللي جاب السبب وايه اللي احنا متخوفين منه وبحق متخوفين انه يتم اعداد مسوده للدستور، وهذه المسوده تتصرف هنا موادها في التجزئه ماده ماده او مادتين ماده. يعني لم نرى الوثيقة في كامل شكلها،